دايما بفتح قلبي مع حضرتك. دايما بتفتح قلبي. هو ليه الحكام عاملين مع بعض كده؟ يعني ليه الحكام دايما ما بينهم وما بعض مشاكل، وتشعر انه في حالة من الغيرة القاتلة اللي في النهاية بتوصلنا لكل الازمات اللي احنا فيها دي؟ طيب اللي بره ولا اللي جوه؟ الاثنين. الاثنين. اه طبعا. ده بقت مشكلة كبيرة. والله الاثنين. يعني انا عايز اقول يعني ممكن هتفق مع حضرتك في حاجات وهختلف معاك. زي ما انت عايز. يعني دايما في كل مجال يا كابتن احمد. الناس كلها بتتصارع على بتوع غيرة، وفي غيرة. منافسة جميلة. منافسة جميلة والكلام ده كله. والغيرة محموده، في غيره محموده وفي غيره مش مقبوله. يعني انا ممكن اشوف الكابتن احمد في حته كويسه جدا فبقى غيران ان انا اوصل للمرحله اللي وصلها الكابتن احمد يعني. فبالتالي دي نقطه عندنا كانت مهمه جدا. احنا كنا واحنا صغيرين حكام كنا بنشوف قدامنا محمد حسام الدين، كابتن محمود عثمان، كابتن جمال غندور، بنشوف اجيال احنا نتمنى ان احنا نمشي جنبيها. ده صحيح. فدي كانت غيره حلوه ان احنا نوصل للحته دي. لكن الوضع اختلف يا كابتن احمد. السوشيال ميديا. بس من قبل السوشيال ميديا. لا والله صدقني. زعلش يعني مني. طب انا موافقك السوشيال ميديا لها دور كبير جدا. بالظبط. بس من قبل السوشيال ميديا وانا قررت ان انا اتكلم معاك بكل صراحه وبكل الحب. اتفضل. لا الحكام ما بيحبوش بعض. يعني من قبل السوشيال ميديا بمنتهى الامانه. انا راجل في الملعب من سنه 81، اساسي من سنه 84، معتزل من 97، في الاعلام من 96، لحد دلوقتي في القصه دي، فعاشرت كل الاجيال. هي زادت مع السوشيال ميديا. صحيح. لكنها موجوده وبقوه حتى بين الحكام الكبار والشيوخ الحكام، مش هنقول اسماء لان معظمهم رحل عن دنيانا يعني، مش هيقدروا يدافع عن نفسهم، كانت موجوده وبقوه. يعني انا زي ما قلت لحضرتك، انت في حته بتبقى في حته غيره، وفي حته برضه بيبقى في حكم بيشعر ان هو اتظلم، يعني احنا برضه خلي بالك في نقط مهمه جدا جدا يا كابتن احمد وحضرتك كنائب رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم على في مدار سنين طويله. كنت مثلا موضوع القائمه الدوليه. وانت كنت عارف ما ادراك ما القائمه الدوليه. مصيبه. مش كده برضو؟ والقائمه الدوليه دي الناس بتخشها ازاي؟ والناس بتعمل ايه عشان تخش القائمه الدوليه؟ خلينا نتكلم بكل وضوح. بتعمل ايه؟ حضرتك عارف. لا قول لي. لا يعني كل واحد يعرف حد يعرفه يدعمه. طبعا. واعضاء مجلس اداره بيتدخلوا، وده بيتدخل وده بيتدخل. لا خلينا نتكلم بكل صراحه وبكل وضوح. فبتلاقي حكام بتتعب وبتشقى وبتعمل وتلاقي نفسها بره وفي ناس جوه. يعني انا هقول لحضرتك مفاجاه. اتفضل. انا عمري الحمد لله رب العالمين ما حققت العهد، رزقي عند ربنا سبحانه وتعالى مقدره لي ونصيبي خدته. وانا راضي كل رضا الحمد لله رب العالمين. عارف حضرتك ان انا ما ترشحتش ولا مره للقائمه الدوليه؟ ولا مره. ولا مره. تتكلم جد؟ مفاجاه دي. انا عارف انت ما اخدتش دولي بس ما ترشحتش ولا مره. ولا مره. تتكلم جد؟ رغم كم العدد اللي لعبته في المباريات. انت واخد ماتشات اهلي وزمالك كتيره جدا. والله ولا مره. يعني ولا مرة. فشوف دي مفاجأة. حضرتك يمكن ما تعرفهاش. أنا عارف أنت ما خدتش حكم دولي. صحيح. لكنه ما ترشحتش، دي جديدة بالنسبة لي. لكن كان العظيم الراحل الكابتن محمد حسام كان بيعاملني معاملة الدوليين. ده صحيح. وكان بيقول لي كده. أنت حكم دولي عندنا. أنت حكم بدليل إن أنا في موسم من المواسم لعبت الدور الثاني كله. كله. ده هزيدك من شعر بيت. كان في مباراة مثلا الأسبوع مثلا ال 22 ألعب في الأسبوع ال 22 مباراتين. ياه. والله. كانت ثقته الحمد لله رب العالمين فيا. هو اللي كان بيرشح حكام الدوليين ما رشحكش ليه؟ لا انا لما جيت جيت كابتن محمد حسام ما كان كان انا لما جيت كابتن حسام كان خلاص كان الفيفا لسه محدد السن يا كابتن احمد. ايوه. يمكن برضه مش عايز اظلم الكابتن جمال غندور والكابتن وجيه وكابتن شناوي كانوا هم ماسكين اللجنه. وبعدين بلغوني ان انا اروح لجنه اللي انا هروح اعمل الكشف الطبي بتاع القائمه الدوليه. فوجئت بمكالمه من الحاج نجد دمنهوري ربنا يديله الصحه، قال لي الكابتن جمال بيقول لك اجل هو. فكلمت الكابتن جمال قال لي خليك السنه الجايه ان شاء الله انا هحطك في حته كويسه. كانت نيته كويسه الحقيقه يعني. فجاه الفيفا نزل سن الترشيح. لو حضرتك فاكر. ايوه صح. فبالتالي راحت. فانا حتى قلت له ساعتها طب حطني خماسي، حطني شاطئي، حطني اي حاجه بحيث نعمل ايه؟ ننقل. سويتش. سويتش ننقل. فقال لي لا خلينا بس كده انا مرتب لك حاجه كويسه. فما كانش في نصيب. لكن الحمد لله كابتن جمال غندور برضو كان مباراه الاهلي والزمالك برضو نفس الشيء. كابتن حسين فهم الله يرحمه نفس الشيء، كابتن محمد حسام نفس الشيء. الحمد لله انا راضي كل الرضا عن كل. فهي عايز اسالك سؤال. اتفضل.